لا يزال يطاردني كابوس ذلك المساء. كان يوم ميلادي، كنا جميعا نلهو ونقضي وقتا ممتعا، حتى جاء أخي ومعه مفرقعات نارية، تلك التي غيرت مجرى حياتي في ذلك اليوم وتركت لي ندبة مؤلمة جدا. يتعرض مئات الناس كل عام للإصابات من استخدام الألعاب النارية، وأغلبهم من الأطفال، منهم من يفقد بصره، ومنهم من يفقد أطرافه، أو يتعرض لإصابات الحروق الشديدة التي قد تودي بحياتهم. تجنبوا استخدام الألعاب النارية.